الجنوب الإسباني أضحت إحدى الرقصات شعاراً لبلد بأكمله. تعرف تريانا بروح وجسد الفلامينكو، وفي حانات إشبيلية تم افتتاح أول التابلو في القرن التاسع عشر، وهو مقهى موسيقى تغنى فيه أغاني الفلامينكو. تعيش الأندلس اليوم على إيقاع الفلامينكو. في كل مساء يحضر مئات السياح العرض الذي يقدم في إشبيليا. إنها لحظة لا تفوت من رحلتهم. إن الفلامينكو مميز، فلا يرقص الجميع أو يغنون بنفس الطريقة. اكتسب الفلامينكو شهرته الواسعة، وفي عام 2010 تم إدراجه في قائمة التراث الثقافي غير المادي للبشرية من قبل منظمة اليونسكو. إن ذاكرة الفلامينكو الحية موجودة في 3000 سجل وفي أقراص الفينيل والكتب وعشرات النوتات التي يمتلكها مركز الفلامينكو الأندلسي. إن مدرسة كريستينا هيرين للفلامينكو هي مؤسسة في الأندلس. المحترفون يدرسون هناك لينقلوا جوهر الفلامينكو إلى الطلاب. إن تم تصدير الفلامينكو إلى أنحاء العالم، سيأتي الناس إلى الأندلس لتعلمه، حيث تضم المدرسة طلاباً من 47 جنسية. يعد الفلامينكو رائعاً حتى في ألوانه، فأزياء الفلامينكو لها اتجاهاتها الخاصة. يعود أساس أزياء الفلامينكو إلى القرن التاسع عشر، ويذكرنا هذا النمط بالعصر الفيكتوري. يلهمني ذلك العصر كثيراً. أحب أن أخذ القديم وأعطيه لمسة حديثة. مؤخراً دخل العديد من الموسيقيين عالم الفلامينكو وأنشأوا حركة موسيقية جديدة تدعى الفلامينكو الجديد، وهي مزيج من موسيقى الفلامينكو التقليدية والروك والجاز والموسيقى الإلكترونية، وهذا يدل أن الفلامينكو ما زال على قيد الحياة.